السادسة هنبدأ مع حضراتكم حلقة جديدة. تحياتي لكل الأهلاوية اللي بيتابعونا في حلقة النهاردة، وخليني أقول إنه مبروك لمنتخب مصر. صحيح مباراة ودية، لكن الحقيقة كل المصريين امبارح كانت يعني عقولهم وقلوبهم مع منتخب مصر في مواجهة بلجيكا، فوز في منتهى الأهمية. وعلى الرغم من إنها مباراة ودية، لكن إحنا تابعناها على إنها مباراة رسمية، ونتيجتها بالنسبة لنا كانت مهمة جدا. لكن الأهم من النتيجة من وجهة نظري هو الروح والأداء. أنا بقالي سنين طويلة جدا حاولت أفتكر من إمتى آخر مرة شفت المنتخب بيلعب الكرة دي مع منتخب كبير. مش فاكر بصراحة، مش قادر أفتكر. يعني ممكن تقول لي كأس العالم للقارات البرازيل وإيطاليا، ولا نسخ أمم أفريقيا الثلاثة اللي إحنا خدنا ألقابهم في 6 سنين متتالية. مش فاكر، لكن الحقيقة رحنا كأس عالم ووصلنا نهائي أفريقيا مرتين، ما شفتش المنتخب بيلعب بالروح دي وبالأداء ده وبالسرعة دي في مواجهة منتخب تقيل. بلجيكا منتخب تقيل، فكونك تلعب قدامه جيم كبير كده وتنتهي المباراة بمكسب كمان، أعتقد دي دفعة معنوية كبيرة جدا. وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ده اللي احنا دايما كنا مستنينه من منتخب مصر الوطني، ده اللي احنا كنا مستنينه من كل الأجهزة الفنية اللي تعاقبت على إدارة المنتخب وما قدرتش إنها تقدم المردود ده. ده كان إيماننا وكان ثقتنا وكان رؤيتنا في قماشة وفي كواليتي لعيبة مصر، وقد ظهرت في مناسبة كبيرة جدا. هتفق مع وجهة النظر اللي بتقول إن المباراة دي لو كانت مباراة رسمية كان النتيجة تبقى غير. هتفق مع ده جزئيا، لكن هي المباراة من وجهة نظري بقت رسمية بمجرد ما تقدم المنتخب الوطني 1-0. يعني من أول ما بلجيكا استقبلت جول تأكد تماما كبرياء واحدة من الفرق الكبيرة المصنف الثاني أو الثالث على العالم، وواحد من الفرق المرشحة للمنافسة على البطولة، والكبرياء الشخصي للأسماء اللي موجودة في الملعب، كورتوا، فيرتونجن، ميرتنز، هازارد، كاراسكو، دي بروينا، والكبرياء الشخصي لعيبة دي اتجرح. وبالتالي من أول ما تقدم منتخب مصر بنتيجة 1-0 كانت بالنسبة لهم المباراة بدأت بالفعل، والبحث عن اسم منتخب بلجيكا وقدرة منتخب بلجيكا على العودة. ومن هنا أنا بحسبها من اللحظة دي، يعني من لحظة تسجيل مصطفى محمد للهدف الأول، بعتبرها مباراة رسمية قدر المنتخب الوطني يعدي في الامتحان ده لغاية لما انتهى. الأهم من ده إنك تبني على ده، وكل الاحترام لفيتوريا اللي قدم أوراق اعتماده في مباراة امبارح أمام المنتخب الوطني. ونتمنى، شايفين إنه لسه فيه أكتر، وكان نفسنا الحقيقة المستوى ده يبقى بيظهر في كأس العالم، لكن قدر الله ما شاء فعل. لكن تراهن على المشوار، وإن شاء الله بإذن الله يكون اختبار رسمي أو أول اختبار رسمي حقيقي الفيتوريا هو مشوارنا في أمم إفريقيا إن شاء الله القادم. هنتكلم على الأهلي وعلى تمرينة النهاردة، وهطمنكم على حمدي فتحي وتطورات يعني ابتعاده عن المشاركة في مباراة المنتخب امبارح. بس خلينا نروح لفاصل ونرجع ندخل في التفاصيل. ومن قبلها بطولة 30، بس 30 و34 والبطولات اللي بعدهم كانت أشبه شوية بالبطولات الودية. صحيح طبعا كاس جوري مي في التوقيت ده، أو كاس النصر زي ما تسمى في نسخ الأولى من البطولة، كان هو بطولة عالم أو كاس عالم، لكن في النهاية كانت البطولة بتتم عن طريق يعني مجموعة من الدعوات اللي بتوجه لبعض الدول عشان تشارك في البطولة. بل إنه في الوقت ده كان في بعض الدول بتعتذر عنها تشارك في بطولة كاس العالم. لكن مع السنين وتطور الموضوع بقى في بقى تصفيات قارية ومقاعد مخصصة للقارات عشان يمثل منتخباتها واحد أو اثنين أو ثلاثة. احنا بالمناسبة أفريقيا طبعا هي القارة المظلومة، تعرضنا لقهر شديد جدا، واعتقد انه ما زلنا يمكن اول انفراجة ممكن تحصل لما تزيد عدد المنتخبات في كأس العالم، فيوصل عدد مقاعد قارة أفريقيا ل10. لكن انت ابتديت بنصف مقعد، وبعد كده كان في غضب افريقي شديد جدا فادونا مقعد، وبعد كده مقعدين. يعني احنا لما روحنا كاس العالم في 90 كان عن افريقيا مصر والكاميرون بس، الخمسه دي مش طول عمرها، يعني عشان الناس فاكره انه او يعني اللي ما شافش نسخ قديمه من كاس العالم فاكر انه احنا 5 مقاعد افريقيه دي ده العادي. لا، احنا كنا حتى في 90 لما مصر لعبت في بطوله كاس العالم كان من قاره افريقيا مصر والكاميرون، ثم تطور الامر وبقت 5 مقاعد. على الرغم من ان انا اشوف انه حتى النهارده وهي بتتلعب ب 32، اعتقد ان افريقيا بعد تالق نجومها الكبير جدا اما تقارنهم الحقيقه عددا كما وكيفا بدوله زي مثلا اسيا او حتى زي امريكا اللاتينيه اللي فيها العتاوله الكبار كولومبيا والارجنتين
والبرازيل، لا احنا كنا نستحق عدد مقاعد اكبر. وشوف حجم النجوم الافارقه النهارده ومدى اسهاماتهم مع نجاحاتهم في فرق كبيره جدا، عدد مهول من المحترفين وعلى كلاس اي، مش بتكلم على اي عدد وخلاص، بتكلم على لعيبه من المستوى العالمي. النهارده بنتكلم على مندي افضل حارس مرمى في العالم خدها رسمي، بنتكلم على ساديو ماني، بنتكلم على صلاح، بنتكلم على محرز، بنتكلم على حكيمي، بنتكلم على حكيم زياش، بنتكلم على كاليدو كوليبالي، كلهم لعيبه من العيار التقيل جدا. وعلى كل الاحوال في انتظار وصول عدد المقاعد الافريقيه ل10 مقاعد. عايز اقف مع ماتش امبارح بس، او ارجع لماتش امبارح. كل لعبتنا كانوا نجوم، يعني كل اللعيبه امبارح الحقيقه اللي ظهرت في الملعب كانوا نجوم. وخد بالك انه في اسماء تقيله قوي كانت غايبه عن تشكيله المنتخب امبارح، يعني ده مش تقليل من السكواد اللي لعب المباراه سواء اساسي او احتياطي، كلهم كانوا الحقيقه فوق المستوى المطلوب وكلهم قدموا مباراه كبيره جدا. الشناوي، حجازي، علي جبر، اكرم توفيق، يا كل اللعيبه مش عايز انسى حد، بس اكرم توفيق انا محتاج اقف معاه شويه. لانه الحقيقه اكرم يعني انا بشوفه واحد من اهم الدروس في قوه الاراده والاصرار. اللعيب ده كان مبطل كوره بقاله 8 شهور تقريبا نتيجه اصابه عنيفه جدا. والطبيعي جدا عشان يرجع بيبقى محتاج، مش عشان يرجع يبقى نمره واحد، عشان يرجع يلعب تاني ويستعيد جزء من مستواه انه ياخد وقت كبير. لكن انه يلعب ويستعيد جزء من مستواه ويستعيد صداره المشهد في المركز بتاعه كباك يمين، دي الحقيقه واحده من النقاط اللي لابد ان احنا نشيد بيها لما نجيب سيره اكرم توفيق. واكرم امبارح ارقامه في المباراه الحقيقه بتاكد على الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم. امبارح بنتكلم على عدد 36 تمريره منهم 31 تمريره صحيحه بنسبه دقه 86%، 10 تدخلات منهم 6 تدخلات ناجحه وهو افضل معدل في المباراه، الالتحامات الهوائيه 2 بنسبه نجاح 100%، 16 استخلاص للكره الافضل على مستوى الفرقه المنتخبين اللي لعبوا امبارح، 16 استخلاص اقرب حد فيه في منتخب مصر يعني معدل نجاحه في الاستخلاصات 7 احمد حجازي، انت بتتكلم طبعا عن اكتر من الضعف. قطع تمريرات 2، 6 استخلاص كره ثانيه وهو برده الافضل في المعدل ده. فالحقيقه اداء خرافي من الظهير الايمن الافضل في الفتره دي. ولما تيجي تشوف بقى اكرم عشان تعرف معدن او تقيس كواليتي اكرم توفيق، اقول لك ان اللعيب ده مبطل كره السنه دي نفس السنه اللي احنا فيها دي 8 شهور، من يناير 2022 لغايه 9 او 10 22. فما شاء الله الحقيقه قدره يعني مش قدرات بدني، قصه مش قصه بدني بس، قصه اصرار وقصه تركيز وقصه عزيمه وقصه مجهود كبير جدا. شابوه اكرم توفيق. عشان الناس اللي بتتكلم تقول لك اصل الجون جه من عنده، يا جماعه ده منتخب مصر، انسوا الالوان واحنا بنتكلم على منتخب مصر وعلى علم مصر، ارجوكم ننسى الالوان. نروح لتمرينة الاهلي النهارده. الاهلي النهارده يعني تمرينه، وبكره مستر كولر قرر انه يكون في راحه للفريق وبعدها يرجع يتمرن مره ثانيه ان شاء الله بدايه من يوم الاثنين، وكل ده استعدادا لماتش المقاولين يوم 27. طبعا ده جزء من لقطات التمرين النهارده في الملعب. خليني اقول لكم انه متولي النهارده شارك في التمرينه بس يعني لف تراك، جري كده في التراك طبعا، يعني محطوط له برنامج تاهيلي معين بينفذه. وطمنكم على حمدي فتحي. حمدي فتحي ما شاركش مع المنتخب امبارح لانه حس ببعض الاجهاد العضلي، فالجهاز الفني والطبي في العضله الخلفيه تحديدا، فالجهاز الفني والطبي قرروا ان هم ما يغامروش بيه ويريحوه وما شاركش حتى في التمرينه بتاعت يوم الخميس. فهيخضع باول يعني مجرد ما يوصل للكويت هيخضع لكشف عن طريق دكتور احمد ابو عمله عشان يطمن ونعرف القصه الخاصه بيه. طبعا ده متولي زي ما حضراتكم شايفين، واللي بس ماسك ده منعم بعد العمليه اللي عملها في مناخيره. وان شاء الله باذن الله اعتقد انه منعم هيكون جاهز قبل ماتش المقاولين حتى لو اضطر انه يلعب بماسك، لكن يعني بدنيا وفنيا جاهز ان شاء الله لمباراه المقاولين العرب في الكاس. لكن متولي اللي ممكن يكون لسه قدامه شويه، لكن الاهلي مليان والحقيقه احنا بتدينا الموسم بفول سكواد، فما بنقلقش على اصابه او اتنين، ما اعتقدش ان هم هيكونوا مؤثرين بالنسبه لمستر كولر. يوم الاثنين ان شاء الله نرجع مره ثانيه نتابع تمرينه النادي الاهلي. وقبل ما ندخل بقى في تفاصيل كاس العالم خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم.
منطقية، بس لازم أوضح برضو أنه الدوري السعودي والدوري القطري من أكثر الدوريات اللي في بتضم لعيبة بتشارك في كأس العالم، لأنه المنتخب القطري والمنتخب السعودي هم المنتخبين الوحيدين في البطولة اللي عندهم زيرو محترفين، وبالتالي السكواد كله بيلعب في الدوري المحلي، وبالتالي ده بيفسر طبعا وجودهم في القائمة. خلينا نتكلم أكثر على كأس العالم اللي بتفصلنا عن بدايته وانطلاقه بالظبط 24 ساعة. بكرة هتكون المواجهة الأولى بعد حفل الافتتاح طبعا المنتظر بين قطر والإكوادور، أولى مباريات البطولة، وهنتكلم معاكم بالتفصيل عن المجموعة A والمجموعة B، الفرق اللي بتشارك فيها، الكلاشات أو الصدمات المنتظرة، مين عنده حظوظ أفضل على الورق طبعا للتأهل عن المجموعتين دول. بس خلينا نرحب الأول بضيوفي في السادسة، بيشرفنا طبعا محلل الكرة العالمية لأول مرة، بلال محسن. مساء الخير بلال. مساء الخير يا أستاذ أحمد، وأهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين، وإن شاء الله نعمل حلقة كويسة بإذن الله. منور الدنيا إن شاء الله. أهلا بحضرتك. والمتألق دائما أحمد مصطفى بيشرفنا برضو محلل الكرة العالمية، أهلا بيك يا أبو حميد. مش أول مرة فطبعا البيت بيتك. حبيبي يا أبو حميد، مساء الخير بيك، ودايما يعني مبسوط وأنا معاك دايما. أهلا وسهلا بيكم. بس اسمحوا لنا قبل ما يعني هي في تقدر تقول كده في أجواء كأس العالم، ما نقدرش نعدي من غير ما نتكلم على ماتش مصر وبلجيكا امبارح. اداء رائع، ظهور قوي لمنتخبنا امام واحد من اكثر المنتخبات المصنفه على المستوى العالم، بل انه في ناس كتير بترشحه انه يوصل على الاقل مربع ذهبي. بتكلم طبعا على كتيبه والسكواد يعني مدجج بالنجوم، فبالتالي كان العرض قبل النتيجه. شايف انه العرض الاداء اللي قدمه المنتخب مع فيتوريا امبارح جيد جدا، بالاضافه طبعا لان احنا حسبنا المباراه صالحنا بنتيجه 2-1. شفت المباراة ازاي واهم مكاسب المنتخب من مواجهة بلجيكا؟ ابتدي ببلال. يعني امبارح المباراة طبعا كانت مباراة منتظرة بالنسبة زي ما حضرتك قلت، الناس مستنية تشوف من بلجيكا الاداء، يعني اداء غير الاداء اللي كانت عليه في النسخ السابقة. لكن للاسف منتخب بلجيكا رغم ان هو المصنف الثاني عالميا، ولكن مفيش تجديد على مستوى العناصر. يمكن احنا شفنا امبارح نفس العناصر اللي بنشوفها كل بطولة كاس عالم، دي بروين، هازارد، لوكاكو، باتشوايه، كورتوا، كراسكو، نفس العناصر تقريبا. فالعرض امبارح المنتخب المصري فاجئ المنتخب البلجيكي ان هو كان روي فيتوريا بيلعب بمنظومه ضغط عالي بنشوفها لاول مره منذ فتره بعيده. يمكن احنا اتعودنا مع في اداء المنتخب المصري سواء مع برادلي او كوبر او دايما احنا بنبقى ورا الكوره معظم العناصر. امبارح لا، يمكن ده بان كمان في كره الهدف الاول لما ضغط المنتخب المصري بخمس لاعبين وقدر يغلط اهم لاعب في المنتخب البلجيكي هو كيفن دي بروين، ويستخلص منه مصطفى محمد كره الهدف الاول ويسجلها طبعا بالطريقه الرائعه. فلا، واضح ان فيتوريا فعلا دي بصمه بدات تتضح على اداء المنتخب. طب خليني اقول لك انه في ناس او في يعني انا مش عارف ليه طبعا مش قادر افهم المنطق، لانه انا اعتقد انه 90% او 99% من المصريين امبارح راضيين جدا عن عرض المنتخب ومبسوطين جدا بالنتيجه. بس في ناس تلعب بتتكلم تقول لك اصل دي مش مباراه رسميه، ولو دي مباراه رسميه كان اداء بلجيكا ونتيجه المباراه كانت هتختلف، وانه اللعيبه بتاعت بلجيكا خايفه على نفسها من الاصابه، فبالتالي كانت بتلعب بنص حموله، فبالتالي ما نفرحش قوي وما نبالغش قوي في فوز مصر على بلجيكا. رايك ايه يا ابو حميد في الكلام؟ لا، انا شايف ان دايما احنا بنحاول نقلل من اي حاجه كويسه يعني، بس الطبيعي ان دي البروفه الاخيره لمنتخب بلجيكا. أيوه. فاكيد بيلعب بالقوام الاساسي طبعا، لان بيشوف ازاي هيلعب في المونديال. هو كمان مختار مصر او مصر عشان يعني عنده نفس عشان عنده المغرب بالظبط كده، فاكيد بيدور على فريق عربي عشان يكون مستواه متقارب طبعا من المنتخب اللي هيقابله في المونديال. منتخب مصر من افضل الفرق الافريقيه ان هو يقدر يعمل بيها احتكاك قوي. واخر مواجهه بين مصر بالزبط. والمغرب، مصر كسبانه المغرب في بطوله افريقيا. ده مظبوط. فمنتخب بلجيكا لا طبعا لعب بالقوام الاساسي كله، وده كان باين في التشكيل، اللعب باغلب النجوم، واغلب النجوم كلها لسه جايه من انديتها الاوروبيه كلها بحاله فنيه عاليه. لكن منتخب مصر لازم نديله حقه، منتخب مصر روي فيتوريا عمل مباراه كبيره جدا، اغلب اللعيبه كانت في حاله فنيه وكانت واخده المباراه بجديه، وطبعا شفنا ان كان في فكر كان باين في الملعب. عوده اكرم توفيق مكسب كبير جدا جدا لمنتخب مصر، وده طبعا يعني من اسباب او من لعب جيم كبير قوي على كراسكو. كراسكو لعيب كبير قوي، كراسكو ده عالمي. انا بشوف ان كراسكو ده ممكن يعني هيبقى حل كبير جدا لمنتخب بلجيكا في كاس العالم طبعا. فاكرم توفيق لازم نديله حقه، عمل مباراه كبيره، عودته كان مكسب كبير لمنتخب مصر وللنادي الاهلي. طبعا اكتشاف روي فيتوريا لازم نتكلم عنه، محمود حماده اكتشاف مهم جدا، اللعيب ادى نكهه لنص الملعب، نكهه مختلفه، ادى الحاله اللي انت لعيب الكوره اللي هو بيقدر يلعب وعنده رؤيه للملعب زي وجود النني الناحيه الثانيه. ده كله عمل اختلاف مع طريقه اللعب ان هو بيلعب على الضغط على منتخب بلجيكا من قدام، والجمله اللي هو عايز ينفذها
اللي حصلت في الجون الاولاني والجون الثاني اللي هو بيضغط وبيلعب سواء محمد صلاح او محمود حماده او اللاعب اللي بيلعب او تريزيجيه بيلعب الطويل خلف المدافعين، ان واضح ان منتخب التشيك كان بيلعب بسكه زايده. طيب خلينا نروح، انا مجهزين لكم النهارده مفاجاتين في الحلقه. المفاجاه الاولى واحد من طبعا اكبر واشهر مدربي البريمير ليج، درب فرق كبيره جدا زي مانشستر يونايتد زي ايفرتون حاليا ويست هام، طبعا المدير الفني الاسكتلندي ديفيد مويس هيكون ضيفنا في السادسه، رؤيته للبطوله، توقيت اقامتها، فرص المنتخبات المشاركه فيها برؤيه اسكتلنديه. طبعا خلينا بدايه نرحب بديفيد مويس على شاشه الاهلي ونشكره على وقته ومشاركته معنا في السادسه. اهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا على استضافتي، انا سعيد جدا لوجودي معكم. أنا أعتذر من هذا الموقف. أنا آسف. ومجدداً شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً على تواجدي معكم على قناة الأهلي. أهلاً أهلاً وسهلاً بك. يعني بداياً خليني أبدأ مع التوقيت، لأول مرة بتقام بطولة كأس العالم في التوقيت ده، وبالتالي معظم المسابقات والدوريات والبطولات الكبيرة بدأت بالفعل. هل تعتقد أنه ده ممكن يؤثر سلباً على قوة البطولة، على المستوى الفني، على المردود البدني للاعبين، ولا ممكن يكون ليه تأثير سلبي؟ حسناً، هذا سؤال جيد، ولكن لا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال. هذه أول مرة تقام البطولة في هذا التوقيت، لا نستطيع أن نعرف مدى تأثير هذا على المشجعين واللاعبين على حد سواء، ولكني أعتقد أن اللاعبين تحضروا بشكل جيد، الاستعدادات كانت جيدة لمثل هذه المناسبة العالمية، الجميع متحمسين، ولكن ماذا سيحدث؟ لا أعتقد أننا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال في هذه اللحظة. بتشوف إزاي استضافة قطر للبطولة، وبتشوف إزاي أيضا قدرة المنتخبات اللاتينية، أيضا مش عارف ممكن أقول أفريقية أو يعني والعربية، على أنها تكون عنصر مهم مع استضافة دولة عربية للحدث؟ نعم أعتقد أنها ستكون بطولة جيدة لكل المنتخبات. أعتقد أن الجميع جاهز أن يقدم أفضل ما لديه، فهي بطولة استثنائية. الكرة القدم رياضة عالمية ويمكن أن تقيمها في أي مكان، فكل المنتخبات مستعدة ومتحفزة. أعتقد أن المنتخبات الإفريقية بالفعل لديها الميزة ولديها الأفضلية، والمنتخبات العربية لديك الجمهور، وأيضا المنتخبات اللاتينية كالأرجنتين. الأرجنتين والبرازيل تظل مرشحتان طوال الوقت. أعتقد أن الطقس في هذا التوقيت ليس سيئا، سيكون جيدا، وكل الأجواء المحيطة في البطولة بالنسبة لقطر الأمر سيكون جيدا، وسيكون مناخ مواتي للفرق لتؤدي بأفضل. وأعتقد أن المنتخبات الأوروبية لن تعاني في هذه الفترة. أعتقد أن المنتخبات أن هذه النسخة ستكون تحديا كبيرا للمنتخبات الأوروبية على حد التعبير. تفضل بالله. يعني كنت طبعا برحب بمستر ديفيد مويس، واحد من افضل المديرين الفنيين المتمرسين في البريمير ليج، يعني واحد مدرب كبير جدا، وكان سبق ليه تدريب طبعا مانشستر يونايتد، هو السيزون ده والسيزون اللي فات كمان عامل نتائج كويسه قوي مع ويست هام. فانا كنت عايز اساله سؤالين، يعني سؤال ليه علاقه بالمونديال وسؤال خارج المونديال. السؤال الاول، هل يتوقع تالق ديكلان رايس اللاعب اللي عنده في ويست هام مع المنتخب انجلترا، وايه حظوظ ان هو يكون ليه مكان اساسي في المنتخب؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، رايه في تصريحات كريستيانو رونالدو تجاه اداره مانشستر يونايتد باعتبار ان هو سبق لي العمل داخل نادي مانشستر يونايتد. طيب نروح للسؤالين دول، نطلع بره كاس العالم شويه ونرجع مره ثانيه بعد كده. بالنسبه لديكلان رايس، هو لاعب رائع، لاعب مميز جدا، لاعب كره قدم عظيم، على اذا استطعت ان اقول انا استمتع كثيرا بمشاهدته. بالنسبه لي اعتقد انه سيتطور اكثر واكثر، لديه الفرصه ليتطور ويؤدي بشكل رائع في كاس العالم.
وليس وقف فقط على مستوى الكرة الأوروبية ولكن على المستوى العالمي سيكون من أفضل اللاعبين. هو لديه فرصة ليتطور ولا أستطيع أن أتخيل كيف سيكون ديكلان رايس حينما يكون في عمر 27 أو 28. سيكون لاعبا رائعا. أعتقد أن ديكلان رايس هو من أول أو من ثاني اللاعبين المرشحين في القائمة الأساسية للمنتخب الإنجليزي. هو لاعب تعتمد عليه. وبالنسبة لوستهام وبالنسبة لإنجلترا وليس فقط في وستهام فإنجلترا أيضا أعتقد أنه سيعتمد عليه كثيرا. أعتقد أنه سيكون لاعبا مهما لإنجلترا في المستقبل وسيكون لاعبا وسينجح المنتخب الإنجليزي في المسابقة. طبعا معلش افكر بس مصطفى. الجزء الثاني من سؤال بلال كان متعلق بقصه كريستيانو رونالدو وتطور علاقته باداره او توتر علاقته باداره المان يونايتد وتين هاج المدير الفني ورايه الشخصي في الموضوع. حسنا من وجهة نظري هو امر لا اود ان انخرط فيه. فالامر بين مانشستر يونايتد وبين كريستيانو رونالدو الامر اصبح رسميا فكريستيانو رونالدو على مستوى الفردي هو لاعب لا تستطيع ان تتحدث عنه لاعب رائع ومانشستر يونايتد هو من اكبر الانديه في العالم. فهذا الامر لسوء الحظ ان حدث بين نادي كبير ولاعب كبير كريستيانو رونالدو. طب بمناسبة كريستيانو رونالدو يعني خليني أسألك وده واحد الأسئلة مرتبطة بكأس العالم لأنه كتير بيرى أنه نسخة قطر 22 قد تكون الأخيرة إن لم تكن بالفعل الأخيرة بالنسبة لليو ميسي ولكريستيانو رونالدو مع منتخباتهم. هل بتشوف أنه في واحد منهم قادر على مساعدة المنتخب للوصول للقب خصوصا أنه هتكون بالنسبة لهم هما الاثنين المرحلة الأخيرة مع البطولة الكبيرة كبطولة كأس العالم؟ نعم أعتقد أنها فرصة جيدة لكلا اللاعبين أن يظهر ما لديه. لقد رأينا الكثير من اللاعبين. رأينا مارادونا، رأينا زيدان، رأينا بيليه، ولكن أعتقد أن الجيل الذي نراه الآن جيل ميسي ورونالدو لقد استحوذ على الكرة وعلى كل الجوائز لفترة كبيرة. لاعبان رائعان. أعتقد أنها ستكون فرصة جيدة أن يفوز أحدهما بكأس العالم وخصوصا الأرجنتين بقيادة ميسي. الأمر سيكون رائعا. وأعتقد أيضا أن المنتخب البرتغالي حريص على الفوز بكأس العالم من أجل رونالدو. فكلا الفريقين رائعين جدا ولديهما فرصة كبيرة للوصول إلى قبل النهائي أو للنهائي أو الفوز حتى بالبطولة. أعتقد أن كلا الفريقين سينافسان بقوة لأنهما ليس لديهم رونالدو وميسي. فأعتقد أن هذا سيكون أمرا مختلفا أن ينافس. فكلا اللاعبين سيسعى لصناعة الأهداف وإحراز المزيد من الأهداف. سيكون الأمر صعبا للتوقع ولكن أعتقد أن كلا الفريقين كلا المنتخبين سيؤدي أفضل ما لديهم للوصول النهائي. طبعا برحب بمستر ديفيد مويس وعايز بس اساله سؤالين. السؤال الاول حظوظ المنتخبات العربيه والافريقيه في المونديال هتبقى قد ايه؟ والسؤال الثاني مين المنتخب اللي هو من وجهه نظره هيشوف ان هو او هيوصل للمباراه النهائيه او هيحقق كاس العالم 2022؟ حسنا بالنسبه للجانب الخاص بالمنتخبات الافريقيه اعتقد انها ستكون نسخه مميزه. أعتقد أن المنتخبات الإفريقية الموجودة متواجدة حالياً قد فازت بالفعل ببطولة أمم إفريقيا من قبل، فبالتالي أعتقد أنهم سيكون من الممكن لهم الاستمرار في البطولة. بالطبع المنتخبات الأوروبية تسيطر على كأس العالم لسنوات عدة، ولست متأكداً من مدى مجاراة المنتخبات الأفريقية والمنتخبات الأوروبية، ولكن أعتقد أن السنغال لديها الفرصة الأكبر لمواصلة ولديها الفرصة الأكبر على مستوى الفردي والمستوى الجماعي للمواصلة مع المنتخبات الأوروبية. أعتقد أن القوة التي يتحلى بها المنتخبات الأوروبية
لا تستطيع ان تجارى الا عن طريق المنتخبات اللاتينيه، فبالتالي الامر سيكون صعبا على المنتخبات الافريقيه. ولكن مره ثانيه اعتقد ان هذه النسخه من كاس العالم ستكون مفتوحه لكل الاحتمالات، ستكون نسخه مميزه وستكون فرصه جيده ولكن لا نستطيع ان نتنبأ باي نتيجه. طيب انا عايز استغل مشوارك في انجلترا وتجربتك وخبرتك الكبيره مع عدد كبير من يعني من اكبر الانديه الانجليزيه، سنوات كتير قضيتها في ملاعب انجلترا وهي بالتاكيد النسخه الافضل على مستوى الدوريات في العالم، منافسه قويه، اكبر الاسماء سواء داخل الملعب او على الخط، اكبر الاجهزه الفنيه، اكبر او اهم اسماء نجوم اللاعبين، ورغم ذلك دايما المنتخب الانجليزي غير قادر على حسم الالقاب الكبرى سواء على مستوى القاره او على مستوى العالم. هل بتشوف ان نسخه انجلترا في 22 قادره تحقق لقب او عندها حلم تحقيق اللقب من وجهه نظرك؟ نعم اعتقد ان انجلترا هذا العام قادره على الفوز بكاس العالم. اعتقد انهم لما يصلوا لقبل النهائي وقبل النهائي في والنهائي البطوله الاوروبيه، اعتقد انهم الان لديهم الفرصه للوصول الى النهائي. اعتقد ان الامر على المستوى التاريخي لا يمكن ان نقول ان انجلترا قد وصلت بالفعل مع المانيا واستطاعت ان تجابه العديد من الفرق، ولكن اعتقد ان هذه النسخه ستكون مختلفه، ان هذه النسخه من المنتخب الانجليزي ستكون مختلفه للفوز بكاس العالم. لدينا حلم كبير، وليس الامر سهلا بالنسبه لي ان اقول هذا، ولكن كوني مدير فني للعديد من الفرق التي لعبت في دوري ابطال اوروبا، فاستطيع ان اقول ان اداره المنتخب الانجليزي الان اداره قويه، وليس الامر سهلا ان تدير منتخب بحجم هذا المنتخب بهذه اللاعبين بهؤلاء اللاعبين الذين لعبوا في كبرى البطولات. نعم الأمر صعب كما ذكرت، الدوري لدينا دوري قوي جدا ومستوى تنافسية رائع جدا والفرق قوية وتلعب بمنتهى القوة، فالأمر صعب على أي مدرب. أنا استمتعت بفترة تدريبي في الأندية الإنجليزية، استمتع بفترة تواجدي مع وستهام، استمتع واعتقد ان اللاعبين الانجليز يستطيع وخصوصا لاعبي وستهام استطيع ان اقول انهم سيؤدوا بشكل افضل هذا الموسم. يعني باستثناء البرازيل كقوة تقليدية معظم المنتخبات بتعاني لسبب او لاخر، سبب غيابات، سبب اصابات، سبب ابتعاد عن المستوى الفني في الفترة الاخيرة. هل بتشوف ده انه فرصة للقوة الغير تقليدية، منتخب ما كانش موجود في الصورة او ما حققش لقب البطولة ونافس عليها قبل كده، انه يحقق لقب السنة دي، هل ممكن يكون في حصان اسود قادر على صنع المفاجأة والتتويج بالبطولة لأول مرة في تاريخه؟ نعم هذا سؤال جيد. اعتقد اننا راينا العديد من الاصابات وراينا العديد من الاستبعادات في اخر سنتين او ثلاث سنوات من عديد من المنتخبات. راينا في العديد من المسابقات لاعبين رائعين كنا نتمنى تواجدهم، وانا مدرب اوروبي وكذلك، فاستطيع ان اقول المنتخبات الاوروبيه عانت من هذا الامر. اعتقد ان المنتخبات هذا العام لن تعاني من الاصابات كما كان الحال في السابق. لم يكن لديهم الوقت الكافي ليستريحوا، ولكن لدينا البدائل. اعتقد ان مباراه كاس العالم ستكون قويه. نعم الاصابات اثرت على المنتخبات، وربما نرى العديد من الإصابات أثناء البطولة لقوة البطولة، ولكن مرة أخرى البطولة غير متوقعة، لا نستطيع أن نقول من سيفوز بها. لكن لو بتحط في إطار الترشيح، مين المنتخب الذي لم يتوج من البطولة مسبقا وانت شايف أنه ممكن يكون عنده فرصة في تحقيق اللقب؟ اسم واحد. حسنا اعتقد ان المنتخبات التي فازت بها هي المرشحه. لا اعتقد، على سبيل المثال منتخب مصر كان مؤهلا ان يتاهل بقياده محمد صلاح ولديه لاعب عالمي، واذا كان لديك لاعبا عالميا
فبالتالي لديك الفرصة لتتأهل لكأس العالم كما الحال بالنسبة لدولة فيها لديها ميسي أو ولديك الآن إنجلترا على سبيل المثال لديها الفرصة لديها هاري كين ولديها العديد من السنوات المخيبة للأمال فبالتالي لديك لم نفز بكأس العالم لسنوات عدة مضت فأعتقد أن هذه النسخة لا أعتقد أنها سهلة أن تقول أن تحدد منتخب لم يفز بكأس العالم أن يفوز بها فأعتقد أن البرازيل هي المؤهلة بشكل أكبر دوما البرازيل تكون مرشحة في المقام الأول الأرجنتين كذلك وإنجلترا وألمانيا أعتقد أن هذه المنتخبات الأربعة التي سينحصر بينها لا أيضا أستطيع أن أقول أن إسبانيا تدخل ضمن الترشيحات أعتقد أن أي من هذه المنتخبات قادر على الفوز بكأس العالم إذا لم نقل المنتخبات الأوروبية لم نذكر المنتخبات الأوروبية سنقول أن الأرجنتين وأن البرازيل إذا أديت بشكل أكبر ستفوز بكأس العالم ربما بعض المنتخبات الأقل والأقل والأصغر في السمعة ستفوز بالبطولة ولكن تظل التوقعات في هذه الفرق الخمسة لتفوز بمناسبة كلامك عن صلاح يعني من خلال متابعتك لي في السنوات الأخيرة تألقه ونجاحه في تحقيق عدد كبير من الألقاب الفردية والجماعية مع ليفربول إزاي بتشوف مشوار الفرعون المصري في إنجلترا؟ هو لاعب رائع لديه الاستمرارية وليس لاعب الموسم الواحد هو لاعب لديه القدرة هو كل الفرق تعمل حساب لمحمد صلاح وترقب محمد صلاح لكن محمد صلاح يظل لاعب رائع والفرق في حالة صعود ونزول لكن محمد صلاح في تفوق مستمر يستمر في إحراز الأهداف مصر محظوظة أن يكون لديها لاعب مثل محمد صلاح البرتغال محظوظة بأن لديها لاعب مثل كريستيانو رونالدو والأرجنتين محظوظة بليونيل ميسي ولكن أنا لا أعرف كيف تفكرون يا مصريون بخصوص محمد صلاح ولكن أعتقد أن هذه فرصة كبيرة لأمة أفريقية لدولة أفريقية أن يكون لديها محمد صلاح وأن تفوز بالبطولات في العام القادم من وجهة نظرك شايف المنافسة إزاي على لقب الهداف في البطولة السنة دي خصوصا مع تألق طبعا للنرويجي إيرلينغ هالاند أعتقد أن نعم هالاند هو لاعب رائع مانشستر سيتي نادي كبير ورائع ويؤدي بشكل رائع مقارنة بالعديد من الأندية الإنجليزية هذا الموسم ولكن يوجد الكثير من الأندية التي تستطيع أن تجعل المنافسة على لقب الهداف كبيرة العديد من الأندية تتطور وتزداد في التميز لديك نيوكاسل يونايتد أخرج لنا عديد من اللاعبين المميزين هذا الموسم تظل المنافسة قوية في البريمير ليج هذا العام أعتقد أن الأمر يعتمد بالفعل اللاعبين ولكن إذا كان لديك مباريات صعبة لديك لاعبين مميزين فستبذل قصارى جهدك لتفوز بالبطولة وبلقب الهداف كذلك ديفيد مويس سؤالي الأخير هل أنت كمدير فني لوست هام هتتابع لعيبة أو حاطط عينك على لاعبين بعينهم هتتابعهم في البطولة قد تفكر في ضمهم للفريق في الانتقالات الشتوية؟ نعم سنشاهد سأشاهد الكثير من المباريات سأشاهد كل المباريات على المستوى الشخصي سأحاول أن خلال العام الماضي أو العامين الماضيين فعلنا هذا وسنظل نفعل ذلك في كأس العالم هذه بطولة تشارك فيها كل المنتخبات أو أفضل المنتخبات في العالم وأفضل اللاعبين في العالم أعتقد أنها فرصة جيدة لنرى أفضل اللاعبين وأفضل المستويات أنا أتمنى للجميع التوفيق وأتمنى نسخة رائعة من كأس العالم أنا منذ الصغر وأنا أشاهد كأس العالم وأستمتع بها فأتمنى أن تكون هذه النسخة مميزة وخصوصا لبلدي لإنجلترا وأن تكون وأعتقد أن
في المستقبل اعتقد اني اتمنى ان ارى اسكتلندا في كاس العالم وتفوز ولما لا. واحنا نتمنى ليك مشاهده ومتابعه بطوله ممتعه. المدير الفني الكبير طبعا ديفيد مويس مدير الفني ويست هام، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة. دي كانت وجهة نظر طبعا واحد من أكبر المديرين الفنيين في الدوري الإنجليزي على مدار سنوات طويلة جدا لرؤيته في كأس العالم. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مرة تانية. هنرجع، مش عايز أسيب برضو مصر وبلجيكا، هقرأ معاكم سريعا طبعا مع ضيوفي بلال محسن وأحمد مصطفى أهم العناوين إزاي رصدت وإزاي شافت فوز منتخب مصر على بلجيكا، بعد كده نرجع نتكلم في كأس العالم. فاصل ونرجع لكم. عالمية، نشوف ردود الأفعال على فوز مصر على بلجيكا في المباراة الودية اللي جمعتهم في الكويت بنتيجة 2-1، والبداية مع داسان البريطانية. وكتب توم تشامبرز قال إنه استعدادا لكأس العالم بلجيكا 1-2، صلاح ورفاقه يهزموا الشياطين الحمر في استعداداتهم أو في طريق استعداداتهم لكأس العالم في المباراة الودية. الميل أونلاين بتقول بلجيكا 1-2. روبرتو مارتينيز اللي هو طبعا المدير الفني لبلجيكا يعني اتصدم صدمة كبيرة جدا بعد ما قبل في ليلة بداية كأس العالم، مع طبعا مفاجأة صادمة بالخسارة أمام محمد صلاح ومصر. بعد كده كوت اوف سايد كتبت ليفربول او لاعب ليفربول محمد صلاح مع يعني اسيست اكتر من رائع لتريزيجيه يحط مصر في المقدمه بنتيجه 2-1 ضد بلجيكا. واضح ان المباراه كانت متابعه جامد جدا. طبعا بلجيكا طبعا منتخب من المنتخبات الكبيره المرشحه، فبالتاكيد خسارتها قبل يوم واحد من كاس العالم اكيد في ردود افعال عالميه. نروح بعد كده لبلجيكا تعاني امام مصر في استعدادها لكاس العالم. الحقيقه يمكن اخر مباريات بلجيكا في طريق استعدادها لبطوله كاس العالم انتهت بخساره امام مصطفى محمد وتريزيجيه اللي حطوا او احرزوا هدفين عشان تنتهي المباراه لصالح مصر 2-1 في الكويت. الاف سي ده طبعا ليفربول بالظبط كده بيتكلم على انه محمد صلاح اسيست ساهم في فوز مصر على بلجيكا في المباراه الوديه بنتيجه 2-1. ده معظم يعني او جزء طبعا من ردود الافعال العالميه. اعتقد يمكن زي ما قلت واحده من اهم المكاسب كانت فكره الدفع المعنويه والثقه اللي هياخدها او هيكسبها روي فيتوريا في بدايه مشواره، واللاعبين كمان لانه احنا كنا في حاجه ان احنا نثبت لنفسنا ان احنا قادرين وان احنا نقدر نكسب منتخبات كبيره. بالظبط، يعني يمكن زي ما حضرتك تناولت عناوين الصحافه العالميه، فوز مصر امبارح على بلجيكا فعلا كان ليه صدى كبير جدا خاصه في معسكرات كمان المنتخبات الاخرى اللي تابعت المباراه. يعني قيمه المباراه ليها عده محاور، يعني طبعا وجود محمد صلاح هو النجم اللي كان قبل المباراه بيوم بيتوج بجائزه افضل لاعب في العالم في استفتاء جلوب سكور بتصويت الجماهير، اضفى كمان على المباراه اهميه وجود طبعا هازارد زميله السابق في تشيلسي والصداقه واللقطات اللي احنا شفناها، يعني حاله الود اللي بين اللاعبين في بعد انتهاء المباراه كورتوا بين كورتوا وصلاح طبعا المدعبه عشان اللي حصل في نهائي دوري الابطال. بس طبعا دي بروين شايلها غالبا لانه ما ظهرش في اللقطه دي. لا فيعني امبارح كان فوز طبعا مهم جدا هيفرق معنويا في مسيره فيتوريا زي ما حضرتك قلت مع منتخب مصر. كمان انا شايف ان هو هياثر معنويا على بلجيكا في المونديال. بتهيالي ده جرس انذار. بالظبط ده جرس انذار، وانا شايف كمان ان اكبر مستفيد من مباراه مصر وبلجيكا هو منتخب المغرب. اللي تابع اكيد الوليد الركراكي المدير الفني للمغرب تابع اكيد المباراه باهميه وقدر يحط ايده على نقاط القوه والضعف في مباراه بلجيكا، فمصر قدمت خدمه كمان كبيره لمنتخب المغرب الشقيق في مجموعته في كاس العالم. كان رهان كبير من فيتوريا انه يلعب الماتش بالشكل ده احمد؟ رهان كبير طبعا، وهو عايز يحط ايديه على القوام الاساسي وعلى تجربه حقيقيه وتجربه قويه جدا، عايز يعرف هيلعب الفتره الجايه بمين. يعني هو حتى خد بالك انت غاب عنك امبارح عبد المنعم، غاب عنك فتوح، غاب عنك حمدي فتحي، غاب عنك عمر مرموش، وكلهم كانوا عناصر اساسيه مع في الفتره الاخيره. دي حقيقه. لكن هو حط برضو في عناصر معينه كده بقت خلاص قوام اساسي بالنسبه له، هو مش هيقدر يتخلى عنهم. بان جدا وجود احمد حجازي مع الشناوي مع طارق حامد مع محمد صلاح مع مصطفى محمد، ده باين قوام اساسي جدا. محمود حماده اكتشاف بالنسبه له، ثبت وجوده
بان ادى مساحه كبيره للعيبه كتيره في الدوري المصري ان هي ان انا ممكن لو اوصل منتخب. طبعا ده اكتشاف كبير جدا بيوصل بيه رساله لكل لعيبه الدوري المصري. فده طبعا مهم جدا. ده بياكد ان روي فيتوريا ماشي في الطريق الصحيح. منتخب مصر اللي يشوف ردود الافعال بتاع الصحف العالميه ما يشوفش ردود الافعال في اغلب الاعلام والنقد هنا. الناس بتحاول تقلل من مكسب المنتخب المصري، والناس بتحاول مش عايزه تدي المنتخب مصر او المنتخب اللي عمل مباراه كبيره جدا. لما بيبقى وحش بنقول وحش، ولما يبقى حلو لازم نديله زي ما بيبقى وحش لازم بنطلع ننتقد ونطلع السلبيات. احنا اكيد كلنا بنحب المنتخب المصري، عايزين منتخب مصر يبقى افضل منتخب في العالم، لكن منتخب مصر بيبقى قوي، منتخب مصر بيكون منظم، منتخب مصر بيعمل مباراه كبيره، لازم نديله حقه. الصحف العالميه اشادت منتخب مصر، اشادت طبعا بمحمد صلاح. المباراه كانت شغله ناس كتيره جدا في المستوى العالم، فاكيد جميع انظار العالم يعني كاس العالم الناس كلها متجهه ناحيته. فمباراه مصر وبلجيكا ما كانتش مباراه عاديه. منتخب المغرب هيستفاد جدا، وانا بشوف ان منتخب المغرب هيبقى مفاجاه كبيره في كاس العالم. نتمنى ده واحد من المنتخبات العربيه، او يمكن انا بشوف المغرب على مستوى المنتخبات العربيه، المغرب والسعوديه يمكن المنتخبات اللي مجموعاتها وقدراتها ممكن تساعدهم ان هم يوصلوا يروحوا لبعيد. ندخل في بطوله ونخش على المجموعه ايه؟ نتكلم في المجموعه الاولى اللي بتضم طبعا البلد قطر. قطر والاكوادور وقطر والاكوادور وهولندا والسنغال. يعني يمكن المنتخب القطري بيدخل البطوله ماتش الافتتاح بكره بس قطر الاكوادور ده اول انطلاقه يعني بالظبط. استاد البيت طبعا اللي هيحتضن افتتاح البطوله ان شاء الله. منتخب قطر طبعا حضرتك اكيد عارف والساده المشاهدين ان دي اول مشاركه رسميه لقطر في المونديال. قطر يعني ما سبقش ليها دخول المونديال قبل كده، يعني حظها السنه دي ان هي الارض البطوله بتقام على ارضها ووسط جماهيرها في حاله طبعا في ظل حاله الشغف الكبيره جدا وانتظار النسخه الاستثنائيه اللي هتقدمها قطر، واللي حتى الان ردود الافعال اللي جايه طبعا من قطر ردود افعال ايجابيه جدا على مستوى التنظيم ومواكبه الحدث الكبير سواء في الملاعب وسواء في استضافه الوفود اللي جايه من خارج قطر. فالمنتخب القطري طبعا احنا عارفين ان هو عامل مشروع منذ سنوات، طبعا فليكس سانشيز المدير الفني الاسباني كان بيتولى الاكاديميات في قطر وبعدين تولى تدريب منتخب الشباب الى ان وصل لتدريب المنتخب الاول. وعامل فلسفه ومنظومه لعب طبعا حفظها حتى لفرق الشباب في المنتخبات القطريه. فالكل طبعا منتظر يشوف يعني طبعا المواجهات الرسميه. كانت قطر كمان شاركت عملت حاجه كويسه جدا ان هي شاركت في تصفيات امريكا الجنوبيه علشان تاخد احتكاك كبير مع المنتخبات وما يبقاش الاصطدام بالمنتخبات القويه في البطوله يعني اصطدام مره واحده. فقطر اكتسبت طبعا اكيد اللاعبين الخبرات المطلوبه في مباراه التصفيات، هيبان بقى ده تاثيره بكره ان شاء الله في مباراه الافتتاح طبعا احنا في مباراه الافتتاح امام الاكوادور. احنا عارفين طبعا ابرز العناصر المميزه عند قطر سعد الشيب حارس المرمى، عندهم عبد الكريم حسن الظهير الايسر مميز جدا، خورخي بوعلام، بسام الراوي، كمان عندهم في نص الملعب اكرم عفيف وحسن الهيدوس، والثنائي الهجومي المعز علي طبعا راشفورد العرب زي ما بيطلق عليه، وكمان محمد مونتاري. كل دي عناصر مميزه جدا، وفي منظومه لعب فليكس سانشيز هيكون ليها تواجد كبير جدا على ارض الملعب وحضور قوي. في المقابل منتخب الاكوادور يعني مش بيضم عناصر، يعني عنده العناصر الابرز طبعا عنده موزيس لاعب برايتون الانجليزي، كمان عنده فانيلسيا مهاجم فنربخشة اللي سبق لي ان هو لعب في ايفرتون ولعب في ويست هام في الدوري الانجليزي، لعب في الناديين دول ودلوقتي هو مهاجم فنربخشة التركي الاساسي. ولكن يعني الاكوادور مش بالقوه اللي هي تقدر تخليها. حتى النهارده تابعنا قبل دخول الحلقه كان المؤتمر الصحفي للمباراه واتكلم فيه قائد منتخب الاكوادور وقال ان حظوظ قطر غدا في مباراتهم معنا، حظوظ قطر اقوى من حظوظنا في الفوز علينا. خد بالكم احنا بنتكلم على مجموعه عالميه، يعني قطر بتمثل اسيا، السنغال بتمثل افريقيا، اكوادور امريكا الجنوبيه، هولندا اوروبا، وبالتالي الكولكشن والمدارس الكرويه مختلفه، وكل واحد فيهم ممكن يبقى عنده حاجه شويه بتميزه. بالزبط. يعني قطر هي البلد اللي بتستضيف البطوله فبالتالي بتتكلم على الارض والجمهور. السنغال البعض بيراها اقوى منتخب على مستوى قاره افريقيا في الوقت الحالي، وتشكيله كلها من المحترفين وكلهم كلاس اي او اغلبهم طبعا كلاس اي. هولندا طول عمرها هولندا، يعني شئنا ام ابينا منتخب دايما طول عمره عنده سكواد على اعلى مستوى. يمكن مفيش شخصيه البطل، يمكن عنده التركيبه بتاعه البطوله غايبه على الرغم ان كل الاجيال كل مفيش جيل مفيهوش كوكبه من النجوم،
والاكوادور امريكا الجنوبيه بطبيعتها ومهاراتها ويعني احنا عارفين فالفرايتي ده من الصعب جدا يا احمد انك انت تقدر تقول مين ممكن يكون عنده حظوظ اكبر من مين. وده يوصلنا لحاجه مهمه ان النسخه دي من كاس العالم هتبقى اقوى واشرس نسخه موجوده من فتره كبيره لان هي في اغلب المستويات متقاربه جدا على الرغم من الغيابات الكتيره جدا طبعًا. لكن في مستويات متقاربه في اللعيبه طبعا في منتخبات كبيره عندها لعيبه عندها حلول وعندها فوارق لكن لو بصينا للمجموعه ايه هنكتشف ان بالرغم ان هولندا هي المنتخب اللي ممكن نقول هو المنتخب الاوروبي المميز في المجموعه لكن لو بصينا ككل هتلاقي المنتخبات كلها مستوى متقارب يعني ما تقدرش تقول ان هولندا ممكن هو اللي يطلع اول مجموعه لا طبعا انا بشوف ان المستويات كلها متقاربه شايف ان منتخب قطر وجوده ان هو بيلعب على التقليدي وايه المفاجاه من وجهه نظرك يعني ايه النتيجه التقليديه لنهايه المشوار المجموعه دي وايه النتيجه اللي ممكن تبقى مفاجاه للناس كلها في نهايه المشوار نفس المجموعه المفاجاه ان انا حاسس ان ممكن هولندا اصلا ما تصعدش من المجموعه مين يصعد الاكوادور وقطر الاكوادور والسنغال دي تبقى قمه المفاجات دي قمه المفاجات ان هولندا المنتخب الاوروبي اللي هو المفروض طبيعي جدا من ضمن المرشحين طبعا معاهم المدرب الكبير لويس فان جال وقطر ينفع تطلع برده من الدور الاول كده ما هي برده يعني كمان في نقطه في المجموعه دي مهمه جدا هتغير او هتقلب حسابات المجموعه وهي غياب ساديو ماني طبعا عن فعلا يعني انت ليه انا مش عارف ناس كتير جدا متفقه انه ساديو ماني هو القوة الضربة في هو لعيب كويس جدا ولعيب مهم عشان جدا عشان تأثيره خارج الملعب أقوى بكتير من تأثيره داخل الملعب لا هو لا طبعا هو ساديو ماني احنا طبعا احنا شفنا يعني في جوائز الكرة الذهبية ساديو ماني كان جاي رقم 2 على مستوى أفضل لاعبي العالم فساديو ماني قيمة كبيرة جدا واحنا شفنا كمان الفرق الكبير اللي حدث في فريق ليفربول منذ رحيل ساديو ماني عن الفريق انت من مدرسة انه الكبوة بتاعت ليفربول سببها ساديو ماني من ضمن اسبابها من يعني ضمن الاسباب طبعا عدم التدعيم ده سبب رئيسي يلي طبعا رحيل قيمة كبيرة جدا زي ساديو ماني كان يورجن كلوب سمعك دلوقتي بس انا مع بلال في المدرسة دي لان ساديو ماني بوظ طريقه لعب ليفربول يعني هو كان بيلعب بطريقه لعب معينه خرج واحد من اهم 3 4 لعيبه في العالم مش ساديو ماني ممكن تعوضه بلعيب هتعوضه بلعيب كويس لعيب كبير لكن لما تيجي تنفع تعوض ميسي وكريستيانو بلعيب مميز لا ده لعيب من احسن 3 4 لعيبه في العالم فصعب لازم تميزه بواحد بنفس المستوى يلا تغير طريقه اللعب احنا شفنا ليفربول في الاواخر بدا يكسب بس احنا اصل السنغال مش غريبه علينا يعني احنا لعبنا السنغال مرتين مره في تصفيات يعني في المرحله الاخيره من تصفيات كاس عالم ومره في فاينل افريقيا فبالتالي المنتخب الحقيقه يعني مع كامل التقدير انا يعني مقدر تماما حجم موهبه ساديو ماني لكن مش شايف ان لما تقول لي مثلا منتخب مصر ممكن من غير صلاح يحصل هزه ممكن اتفق معاك لكن السنغال من غير ساديو ماني ما اعتقدش انه هيبقى يعني في تاثير كبير قوي انا اشوف ان هياثر كبير غياب ماني عن سكواد السنغال في البطوله هياثر جامد جدا وعايز اقول لحضرتك ان كمان في حزن كبير جدا على مستوى معسكر منتخب السنغال بعد تاكد غياب ساديو ماني لمده 3 اشهر وفي بقى حاجه طريفه في الاخر عايز اقولها بمناسبه صلاح وماني وفيرمينيو الثلاثيه يعني الذهبيه اللي ياما اسعدت جمهور ليفربول الثلاثه بيغيبوا عن مونديال قطر 2022 صلاح لعدم الوصول وماني للاصابه وفيرمينيو للاستبعاد للاسف يعني الثلاثي ده كان في يوم من الايام بيصنع التاريخ يعني مع ليفربول لا ده انا ازيدك من الشعر بيت بقى بمناسبه الغيابات يعني زمايلي النهارده كانوا عاملين تشكيله أيوة. معاك التشكيله يا ابو حميد اقرا لنا كده عشان نشوف السكواد اللي ممكن يكون بينافس على البطوله لو كان موجود على ارض الملعب هو يعني سيرجيو راموس في الديخية حط جنبه او يعني خليه احتياطي حط قبليه مثلا دوناروما مثلا يعني في سيرجيو راموس في قلب الدفاع ماركو الونسو قلب دفاع برشلونه ماشي توموراي ظهير ايمن ميلان يعني متالق جدا كان استبعاده غريب مندي ظهير ايسر ريال مدريد تياجو الكانتارا طبعا ده بسبب الاستبعاد يعني الكانتارا كده استبعاد فيرمينو استبعاد كانتي للاصابه وفي ساديو ماني للاصابه ممكن نشيل نقوله كانتي بما انه نقوله كانتي مصاب كده فنحط مكانه مثلا ماركو فيراتي مثلا صح ولا ايه وساديو ماني مثلا ممكن نحط مكانه محرز او نحط مكانه خفيتشا مثلا في ابراهام بتاع انجلترا بتاع روما متالق جدا مع روما ومورينو كل دول هيتفرجوا على البطوله زينا زيهم بالظبط هالاند طبعا ما نقدرش ننسى هالاند طب سريعا جدا عشان برده ما اتكلمناش على هولندا شايفين بلال شايف المنتخب الهولندي ازاي شايف حظوظ المنتخب الهولندي طبعا هي الاقوى
في المجموعه واه مش يعني الموضوع مش هيبقى صعب ان هولندا تحسم صداره المجموعه. طيب طب قبل ما نشوف ونتابع الجولات ومواعيد الماتشات خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم في السادسه. هناخد كده يعني تقييم سريع جدا لشكل ومستوى وطريقه لعب المنتخبات الخاصه بالمجموعه الاولى اللي اتكلمنا عليهم وعلى فرصهم في التاهل او المنتخبين اللي ممكن يكون عندهم فرص اكبر في التاهل، والبدايه هتكون مع منتخب قطر. يمكن زي ما قلت لحضرتك استاذ احمد، منتخب قطر مع فليكس سانشيز المدير الفني الاسباني عنده 46 سنه بيتولى قياده منتخب قطر من عده سنوات، عامل منظومه لعب بيلعب بطريقه 5-3-2 ساعات بتتقلب ل 3-4-3 على حسب سير المباراه. يعني زي ما قلنا ابرز العناصر الموجوده في التصنيف العالمي كام؟ التصنيف العالمي لمنتخب قطر حاليا المركز الخمسين على العالم. بيضم متوسط اعمار منتخب قطر طبعا صغير جدا 26 سنه او يعني في حدود 27 سنه، متوسط اعمار هايل جدا لان ده طبعا السن يعني اللي بيبقى اللاعب فيه وصل لمرحله النضج الكروي. اهم النجوم اهم نجوم منتخب قطر زي ما قلت لحضرتك في حراس المرمى سعد الشيب، على مستوى خط الدفاع بسام الراوي وعبد الكريم حسن، الظهير الايسر نص الملعب اكرم عفيف وحسن الهيدوس، والمعز علي طبعا ابرز نجوم المنتخب، ومحمد مونتاري. ايوه دول افضل معز علي في الدحيل صح؟ في الدحيل القطري كان واجه النادي الاهلي في كاس العالم. شفناه مع الاهلي طبعا بالظبط في كاس العالم للانديه. القيمه التسويقيه للمنتخب القطري مش كبيره قوي، هي بتعادل 18.33% مليون يورو. بالظبط ده. وطبعا زي ما حضرتك استعرضت في بدايه الحلقه ان منتخب قطر لا يضم اي لاعب محترف. نروح للمنتخب اللي بعده، منتخب هولندا. منتخب هولندا طبعا شارك في كاس العالم 10 مرات قبل كده. المدرب بتاع المدير الفني لويس فان جال طبعا المدرب المخضرم الكبير، اكبر مدرب في كاس العالم هو لويس فان جال. عنده 71 سنة، طريقة لعب بيلعب 3-4-3، التصنيف الثامن عالميا، القيمة التسويقية 587.25 مليون يورو، متوسط أعمار اللعيبة 26.6. أبرز النجوم طبعا فان دايك ودي يونج ودي ليخت ودي باي مهاجم برشلونة طبعا. نروح للمنتخب الثالث، منتخب السنغال. طبعا منتخب السنغال زي مدرب وطني طبعا اليو سي سي طبعا عنده 46 سنه، منتخب طبعا حافظينه وفاكرينه طبعا احنا يعني منتخب السنغال معانا السنه دي يعني حتى في الكره الشاطئيه برضو يعني احنا خسرنا طبعا ولكن وصلنا لكاس العالم، ولكن خسرنا الفاينل برضو فاينل افريقيا امام السنغال بضربات الجزاء برضو يعني يعني اللي هو خلاص بقى السنغال كده الموضوع معانا كفايه عليكم كده بقى صعب جدا بصراحه. طبعا انت عارفين ان منتخب السنغال وصل نهائيات كاس العالم قبل كده مرتين، وكان افضل انجاز للسنغال طبعا بالظبط بابا بوب ديوب والحاج ديوب والجيل اللي احنا شفناه في 2002 بالظبط خليلو فديجة مع الراحل طبعا برونو ميتسو اللي كان عامل منتخب، ويعني اللي عرفنا يعتبر على منتخب السنغال، وكان معانا حتى في مجموعه كسبوا فرنسا في مصر وصعدوا على كاس العالم بالظبط. طب خلينا قبل ما اكمل معانا واحد طبعا من اهم نجوم الكوره، مش هقول المغربيه الافريقيه الحقيقه، واحد كان واحد من اسباب عشقي للكره في المغرب، نجم كبير جدا ومشوار كبير جدا، واحد من اساطير الكره المغربيه، الكابتن محمد التيمومي هيكون معانا طبعا بمناسبه مشاركه المنتخب المغربي في البطوله، وخصوصا كمان يهمنا نسمع رايه واستفاده الاشقاء في المغرب من مواجهه مصر وبلجيكا امبارح. يا كابتن محمد، يعني استضفنا وانا استضفت وتشرفت بمقابله كتير من نجوم اللعبه على مستوى العالم، لكن صدقني احساس خاص جدا جدا وانا بكلمك دلوقتي على الهواء. بشكرك جدا على مشاركتك معنا واهلا وسهلا بيك في السادسه. شرف لينا كبير، شرف لينا كبير. لا والله انت يعني انت ذكريات كبيره جدا معايا، واحد انا في يعني في فتره من الفترات كنت بعمل بنعمل مجله حائطيه كده في المدرسه واحنا صغيرين، انا عملت لحضرتك صفحتين انا عملتهم بنفسي من كتر حبي وعشقي ليك ومتابعتي ليك في الوقت ده، فشرف شرف كبير جدا ليا انك تكون موجود معايا على الهواء النهارده. شكرا يا حبيبي، فرصه سعيده. طيب انا اسعد، مبروك طبعا تاهل المنتخب المغربي، واملنا فيكم كبير تمثلوا الكره العربيه احسن تمثيل في البطوله. خليني ابدا معاك من مواجهه مصر وبلجيكا، وبلجيكا واحده من المنتخبات اللي موجوده مع المنتخب المغربي في نفس المجموعه، شفت المواجهه ازاي؟ وهل قدمت او هل قدم روي فيتوريا مع منتخب مصر
أوراق مهمة ومفيدة للمنتخب المغربي قبل انطلاق البطولة؟ أنا أخويا بصراحة ما شفتش المباراة، ما تابعتش عليها يعني، ما شفتها. لكن حتى لو ما تابعتش التفاصيل كابتن تيمومي، يعني اللي شفت اللي سمعت أيوه. والنتيجة أيوه. النتيجة كانت كويسة لمنتخب مصر أيوه. ومتأسف أنا كتير لأنه ما حضرش. لا خالص، بس أكيد كابتن ركراكي المدير الفني المنتخب المغربي أكيد تابع المباراة، لكن في النهاية حتى معنويا ونفسيا فكرة أنه منتخب مصر يتفوق على المنتخب المغربي، أعتقد أنها بتصب في مصلحة المنتخب البلجيكي عفوا، هتصب في مصلحة المنتخب المغربي في البطولة. شوف، هي المباريات هذه الودية أنا ما تناخدهاش بإحساس كبير. أيوه. أنا حتى المباراة ضد جورجيا أنا كنت نتمنى باش المنتخب المغربي ينهزم. أيوه. باش ما يتغروش الشباب. باش ما يتغروش وما ياخذوش بأنه هي أكيد الجانب المعنوي شيء مهم أنك تنتصر ولو في مباراة ودية، ولكن ما خصكش تاخذها بواحد الحجم كبير بأنه يمكن مباراة كرواتيا غادي يمكن ننتصروا عليهم ونديروا أيوه. مباراة بلجيكا ومباراة ديالها. لازم تكون المباراة ودية داخلة في تعطي فرصة للناخب الوطني أنه يوضع واحد الخطة ولا الشاكلة ديالو ويحاول ما أمكن أنه يتجاوز ديك الأعطاب ديال اللاعبين أيوه. مباراة تدخل في الإطار ديال الودي. طيب كابتن تيمومي، كابتن تيمومي أنت نجم كبير وتاريخ كبير، وبالتأكيد نظرتك ورؤيتك وتقييمك للأمور مختلف. إزاي بتشوف الجيل ده؟ الكرة المغربية طول عمرها الحقيقة عودتنا على أنها تقدم نجوم على أعلى مستوى. النهاردة بنتكلم على منتخب على مستوى العربي وعلى المستوى الإفريقي يعتبر من أعلى المنتخبات، سواء من ناحية الإمكانيات الفنية ومستويات اللاعبين والقيمة التسويقية ليهم. إزاي بتشوف قدرة وليد الركراكي على قيادة المنتخب المغربي لتحقيق نتيجة جيدة في البطولة، وليس فقط فكرة المشاركة في الأدوار التمهيدية أو دور المجموعات؟ فعلا هو المشاركة تكون إيجابية، يعني نتائج تحقق على أرض الملعب. أنا ما يمكنش فعلا عنده تركيبة بشرية مهمة، والشباب اللي هما سواء اللي كينشطوا داخل البطولة ولا في الفرق ديالهم، يعني مستواهم عالي وكبير بزاف، ولكن أرضية الملعب ستكون عندها اعتبارات أخرى. لازم ناخذوا الأمور بجدية، ناخذوها بالمردودية الإيجابية والسخاء في المردودية، ثم اللياقة البدنية والعوامل الأخرى، الجانب الذهني والجانب المعنوي شيء مهم بالنسبة للاعب، ثم الثقة في النفس. هذو أشياء لازم توفر في اللاعبين هذو الشباب اللي هما حاضرين الآن، ما نعتبرهم شباب ولكن لاعبين اللي هما محترفين وتنشطوا في بطولات كبيرة، فرغم بأن المسؤولية ما غادي تكون سهلة، لازم على عاتقهم مسؤولية كبيرة، لازم يوظفوا الأمور ديالهم أحسن توظيف. ووليد الركراكي يلقى لنا التشكيله المناسبه يعني والتوظيف الجيد لهذ اللاعبين. المباراه الاصعب او المباراه المفتاح هو البدايه، بدايه المشوار اعتقد هيكون مع كرواتيا، وكرواتيا وصيف النسخه الاخيره من كاس العالم، يعني برضو منتخب تقيل مش بس المنتخب البلجيكي، فبالتالي بتشوف المباراه المفتاحيه للمنتخب المغربي عشان يقدر يعدي من دور المجموعات مواجهه كرواتيا الأولى ولا مواجهة بلجيكا اللي قد تكون حاسمة أو فاصلة؟ لا أستاذ، هي دائما بطولة من هذا القبيل، يعني الظرفية ديال سميتو من المباراة الأولى للثانية ما تيكونش يعني يومين ديال الراحة ومن بعد تاخذ المباراة الثانية. لازم تكون نتيجة إيجابية، ولما تنقول إيجابية ما تتفادى الهزيمة، يعني انتصار ولا التعادل كيعطيك الحماس، كيعطيك المعنويه، كيعطيك انك تواصل النتائج ديالك وتبحث عليهم النتائج الايجابيه. فاظن انه مباراه كرواتيا لازم ناخذوها بجديه اكثر وبعطاء اكثر، ما نضروش لهذا الفريق باللاعبين المتميزين عندهم، لازم ناخذوا اللاعبين ككلهم لاعبين كرواتيا، ولو انهم لاعبين اللي هما كينشطوا في فرق مختلفه عالميا، ولكن ناخذها بجديه اكبر ونحاولوا باش نتفاداو الهزيمه، وهذا غيعطينا امال كبير للمباراه الثانيه ضد بلجيكا باش نحققوا نتيجه ايجابيه ونواصلوا المباريات بالنتائج الايجابيه. بتشوف ازاي عوده بعض الاسماء اللي كانت بعيده عن المنتخب الوطني؟
يعني حمد الله، حكيم زياش، ازاي بتشوف ان هم ممكن يمثلوا اضافه، ورايك في عودتهم مره ثانيه لصفوف المنتخب الوطني المغربي؟ شوف، هما تواجدهم جيد وايجابي، واظن بانه تتبقى ماشي في الاسماء، في العطاء ديال اللاعب. لازم يكون عطاء صافي، وعطاء اللي هو كيخدم المصلحه ديال الفريق الوطني. فهمتي؟ يعني اللي يبتعدوا من الحساسيات وهذا هذا الهراج ولا هذه الفوضى اللي وقعات. يعني المجيء ديال مثلا حمد الله او عدم المجيء ديالو ديال زياش مثلا مع المدرب الناخب السابق، لازم يتفاداوا هذه الامور هذه، ويحاولوا يتسلحوا الامور جديه اللي غادي تكون داخل الملعب. غير المنتخب المغربي كابتن تيمومي، مين من المنتخبات الافريقيه او المنتخبات العربيه اللي بتشارك في البطوله تراهن عليه انه يحقق نتائج جيده؟ شوف، نتمنى لهم التوفيق كلهم، انا نتمنى لهم التوفيق بدون استثناء. فانا تنقول بانه كاين السعوديه، كاين المنتخب القطري، كاين المنتخب السنغالي الكاميروني، هادو فرق اللي هما يعني المسار ديالهم سواء في الاقصائي ولا في المباريات الوديه ولا الجديه دائما تيعطيونا يعني لاعبين كبار، ومروا بهم لاعبين كبار. فنتمناهم يوصلوا هذا الحدث هذا يعني بنتائج ايجابيه، ويحققوا يشرفوا الكره العربيه والافريقيه من جهه. مين نجم المنتخب المغربي اللي تراهن عليه كابتن تيمومي؟ نجم يصنع الفارق. شوف، لا شوف، انا ما يمكنش ندخل في هذه الحساسيه. شوف، لاعبين عندهم قيمتهم، حكيمي، عندك بوفال، عندك مزراوي، عندك يعني شوف الان دابا التسويق الرياضي الحمد لله في المسار ديال هاد اللاعبين كلهم تينصتوا في فرق كبيره على المستوى العالمي، ما غنقولش غير الاوروبي، لا قبل كانوا اللاعبين الافارقه واللاعبين العرب كيمكن يشتغلوا في هذه الفرق هذه او ينشطوا فيها، ولكن الان حتى تسمع اللاعب الافريقي كيف ما كانت الانتماء ديالو لاي بلد، تتلقاه في دول في فرق كبيره، اوروبا، الصين، الجابون، فهذه فاظن بانه المسار ديال هاد اللاعبين كلهم تيسمح، وما غادي يمكن تنصنف لاعب على الاخر. كابتن تيمومي بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا بمداخلتك معنا، وكل التوفيق للاشقاء في المغرب، وان شاء الله يقدموا عروض قويه مش بس تفرح الشعب المغربي، هتفرح كل الشعوب العربيه والافريقيه. شكرا جزيلا للكابتن الكبير كابتن محمد تيمومي. نروح للجروب بي سريعا جدا. عايز تقول حاجه على المغرب؟ لا، انا كنت باكد على كلام طبعا كابتن تيمومي، طبعا قيمه كبيره طبعًا جدا، ويعني كنا عايزين نعرف بقى منه هل اداء المنتخب هيختلف عن خليلوزيتش مع ركراكي، ولكن واضح ان من النتائج. خد بالك، انا العرب بالذات، المنتخبات العربيه بالذات ومنهم مصر، بحس دايما انه ادائنا مع المدربين الوطنيين بيبقى الى حد كبير بيأثر المسافات. لا، وتحس كمان ان المنتخب المغربي اللاعبين تحرروا من الضغوط اللي كان عاملها خليلوزيتش. بالظبط، كان داخل في نزاعات، كان في توتر. بالظبط. ركراكي لم الشمل. نروح لمجموعه بي بقى سريعا. المجموعه بي اللي بتضم منتخب ايران والولايات المتحده والمنتخب الانجليزي. ضرب نار من نوع ثاني بقى. يعني في كمان في صدفه بقى بتجمع المنتخب الايراني مع المنتخب الامريكي، طبعا بعيدا عن الخلافات السياسيه اللي بين البلدين. المنتخبين كانوا اتقابلوا قبل كده في كاس العالم 98، وقدر المنتخب الايراني انه يفوز على المنتخب الامريكي بهدفين لهدف، وده فعل كويس طبعا قبل انطلاق البطوله. منتخب ايران طبعا احنا عارفين ان اخر قياده فنيه ليه كانت مع كارلوس كيروش، اللي عاد مره اخرى لقياده المنتخب الايراني. سبق قبل كده هو اللي كان متولي المسؤوليه في 2018. منتخب ايران للاسف لم يتمكن من تجاوز دور. طيب يلا ناخد سريعا جدا كده التفاصيل الخاصه بكل منتخبات والبدايه مع منتخب ايران. ممكن نتكلم عن منتخب ايران. ايران يعني كانوا بداوا مشاركتهم المونديالية من سنه 1978 في الارجنتين، وبعد كده غابوا عن البطوله من 78 لحد 98، رجعوا مره اخرى للمشاركه في فرنسا 98، وزي ما قلت لحضرتك كانوا أمريكا. فازوا على امريكا بالظبط. هو الصراع بقى بينهم ممتد داخل وخارج الملعب يعني. وبعدها شارك المنتخب الايراني في كاس عالم 2006 و2014 في البرازيل، و2018 في روسيا، وزي ما قلت لحضرتك المنتخب الايراني للاسف لم يتمكن من تخطي دور المجموعات ولا مره. اهم اللاعبين
يعني هم اهم اللاعبين، معظم اللاعبين اللاعبين المحليين بيلعبوا في الدوري الايراني والدوريات الخليجيه، ابرزهم ازمن لاعب او مهاجم باير ليفركوزن اللي بيعول عليه منتخب ايران سردار ازمن. بالظبط نتكلم على قيمة تسويقية بالظبط 13 مليون يورو. التصنيف العالمي هو المنتخب المركز العشرين على العالم. طيب نروح للمنتخب الثاني في المجموعة الثانية بعد منتخب إيران. تمام منتخب إنجلترا. طبعا المدرب ساوث جيت غني عن التعريف. غني عن التعريف طبعا. 52 سنة بيلعب 4-3-3 أو ساعات 4-2-3-1. التصنيف العالمي طبعا الخامس. متوسط عمر اللعيبه 26.4 والقيمه التسويقيه مليار بوينت 26 يورو. معدي معدي طبعا جامد. ابرز هاري كين طبعا هاري كين وفي فيلفودين وهندرسون وبيلينغهام لاعب بروسيا دورتموند متالق جدا ده اللاعب الوحيد في السكواد انجلترا المحترف بره الدوري الانجليزي فعلا وعامل موسم طبعًا. مع بروسيا دورتموند في صراع عليه يعني ميركاتو الشتوي ممكن يكون طاير من دورتموند اكيد. ارنولد طبعا اللي بيمر باسوا فترات الفنيه معناه مع ليفربول طبعًا. لكن طبعا كل بس لا عندهم اسماء كبيره كبيره جدا فيل فودن وراشفورد طبعا وبوكايوساكا وبوكايوساكا كمان في ارسنال عامل ارسنال السنه دي قصه نيجي بقى نرجع للبريمير ليج والشامبيونز ليج قبلها الدنيا هتولع. طب نروح لمنتخب ويلز. منتخب ويلز طبعا هو ثالث المنتخبات المجموعه الثانيه. المنتخب ويلز كان عنده مشاركه قبل كده مشاركه وحيده ودي المشاركة الثانية في تاريخ ويلز. يعني المشاركة الأولى كمان كانت بعيدة جدا كانت سنة 1958 في السويد. اتعادل في كل المباريات بتاعة المجموعة وفاز في آخر مباراة على المجر. منتخب ويلز كان قريب أكتر من مرة أنه يوصل للمونديال ولكن كان بيحالفه سوء توفيق في اللحظات الأخيرة. المرة دي يعني اتوفق أنه هو يوصل لمونديال وصلش مع راين جيجز وصل مع جارس بيل. بالظبط جارس بيل يعني برضو هو جارس بيل مازال حتى رغم انتقاله للوس أنجلوس جالاكسي في أمريكا ولكن ما يزال طبعًا. هو نجم الفريق مع طبعا معهم بين ديفيز السيرد باك بتاع توتنهام الإنجليزي كمان معهم أرون رمزي لاعب أرسنال السابق ولاعب نيس الفرنسي الحالي معهم كمان اثنين مهاجمين من نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي. يعني على مستوى الأفراد يعني مش وحش منتخب ويلز. تمام منتخب أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية المدير الفني طبعا برهالتر بيروحوا وييجوا على فكرة. أنا يعني أمريكا في البطولات يعني ناس كتير تفتكر إنها ابتدت تظهر مع البطولة استضافتها 94 لا لكن هي بدايتها من قبل تاريخ وكمان المونديال القادم كمان المونديال القادم عندهم موجودين 2010 2014 كانوا متواجدين فطريقه اللعب بيلعبوا 4-3-3 متوسط العمر 25 سنه بوينت 2 القيمه التسويقيه 274.9 مليون يورو. ابرز اللعيبه طبعا بوليزيتش جناح تشيلسي ورينا بروسيا دورتموند وديست لاعب برشلونه السابق واي سي ميلان الحالي وترنر لاعب ارسنال. فعندهم مجموعه من اللعيبه انا شايف ان منتخب امريكا بنسبه كبيره ممكن يصعد في المجموعه ديت مع المنتخب الانجليزي. منتخب متجانس منتخب انا شايف ان هو منتخب بالنسبه لكمال المجموعه ديت قادر ان هو يصعد مع المنتخب الانجليزي. تتفق؟ يعني انا شايف ان المجموعه دي هتبقى انجلترا وامريكا الصراع الصداره هيبقى بينهم ممكن كمان يوصل النقاط بتعادل يعني 7 نقاط و7 نقاط لان انا اتوقع تعادل بين انجلترا وامريكا. في لعيبه او يعني دايما حابب في كل مجموعه برضو نقول نسلط الضوء على المواهب اللي ممكن تكون صاعده او اللي الناس تحب تتفرج عليهم ونقول لهم استنوهم في كاس العالم في المجموعه اللي بتضم الاربع فرق امريكا ايران انجلترا ويلز. يعني طبعا زي ما انا كنت سالت طبعا ديفيد مويس في بدايه اللقاء عن ديكلان رايس واحد من المواهب الشابه اللي كل الناس منتظره منه اداء كبير كمان بيلينغهام زي ما حضرتك قلت صراع الانديه او الانديه العملاقه في اوروبا في الميركاتو الجاي بيلينغهام. عندنا طبعا جمال موسيالا لو احنا اتكلمنا على مستوى البطوله ولا مستوى المجموعه. لا مستوى المجموعه دي. مستوى المجموعه في انجلترا طبعا ابرز الناس المرشحه للتالق بيلينغهام وديكلان رايس. في منتخب ايران يعني ما نعتقدش ممكن حد يفاجئنا. في مين تاني في انا شايف بيلينغهام هو هيبقى مفاجاه البطوله في المجموعه دي بالنسبه لي. وطبعا انا شايف ان المجموعه دي هيبقى المصريين بيتابعوا عشان كيروش طبعا الناس كلها عايزه تشوف كيروش هيعمل ايه مع ايران هيعمل ايه مع المنتخب الايراني فهيبقى في اضواء. استمتعنا بيكم ونتمنى تكون كمان البطوله ممتعه للناس كلها بنستناها من اربع سنين كل اربع سنين مره فنتمنى ان شاء الله ان يكون فيها متعه وفيها اثاره وفيها
منافسة على أعلى مستوى. بشكركم شكرا جزيلا. بلال محسن وأحمد مصطفى شرفتونا في السادسة، وأكيد هنتقابل تاني طول ما كأس العالم شغال وطول ما في كورة حلوة بتتقدم إن شاء الله. يكون سعداء إن كنا مع حضرتك النهاردة، وإن شاء الله تكون الحلقة عجبت السادة المشاهدين. نورت الدنيا، نورت الدنيا، وبشكركم على وجودكم معنا وبشكركم على المتابعة. بكرة حلقة جديدة السادسة، تحياتي لكم.